السيسي يتفقد عددا من المشروعات التنموية في منطقة هضبة الجلالة. قمة ثلاثية بين روحاني وبوتين وأردوغان في طهران لبحث مصير إدلب السورية. مجلس الأمن يعقد جلسة ثانية بشأن الوضع في المحافظة. استنفار أمني في بغداد بعد سقوط قذائف على المنطقة الخضراء وتواصل الاحتجاجات في البصرة. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية بمنطقة جبل الجلالة، وخلال الجولة التقى الرئيس السيسي عددا من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات العاملة بالمشروع، كما قام بالمرور على محطة تحلية المياه العملاقة بالجلالة ومصانع الفوسفات والرخام ومنطقة الألعاب المائية ومدينة الجلالة. أشاد الرئيس السيسي بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع وفقا للمعايير الدولية والالتزام بالجدول الزمني المحدد بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية وحركة الاستثمار والسياحة. يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم وصول 16 رحلة جوية قادمة من الأراضي المقدسة لعودة 2720 حاجا من حجاج القرعة والتضامن وحج أفراد والسياحة. وبنهاية رحلة اليوم تكون مصر للطيران قد نقلت حتى الآن أكثر من 52 ألف حاج على متن 243 رحلة جوية من كل من جدة والمدينة المنورة إلى المطارات المصرية في مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم. تواصل وزارة الصحة عملها بمراكزها العلاجية كافة لإجراء التدخلات الجراحية لمرضى قوائم الانتظار، والتي وصلت إلى ما يقرب من 15 ألف حالة مرضية في جميع التخصصات العلاجية، وذلك في إطار مبادرة الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار. لا تزال المراكز العلاجية التابعة لوزارة الصحة تعمل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات باقي المرضى بقوائم الانتظار بعد توجيه الرئيس بتفعيل المنظومة لسنوات ثلاث، في الوقت الذي أكدت فيه وزيرة الصحة الانتهاء من إجراء ما يقرب من 15 ألف عملية جراحية من أصل 27291 مريض مسجل على الموقع الإلكتروني ضمن مبادرة الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار. مع تأكيد توجيهات وزيرة الصحة والسكان بإنهاء تلك القوائم، قدرنا أن احنا نخلص 657 حالة من قوائم انتظار لجراحة القلب وفي وقت قصير ووقت قياسي، واعتقد ده إنجاز. يعني احنا بنشتغل يوميا 10 حالات، 659 حالة قسطرة، واعتقد ده برضو عدد قياسي في الفترة الماضية. برضو جراحة المخ وأعصاب حوالي اشتغلنا 375 حالة، الرمد اشتغلنا 331 حالة، برضو كان في حالات في زرع الكبد اشتغلنا حوالي 5 حالات، في زرع الكلى اشتغلنا 8 حالات، في 2 زرع قوقعة. أصحاب الحالات المرضية أثنوا على مبادرة الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار التي أعادت الأمل في الحياة لآلاف الأسر التي عاشت لسنوات في معاناة من المرض. أنا هعمل تغيير مفصل كامل في الفخذ اليمين، اتصلت بالخط الساخن 15300، كان مفاجأة بالنسبة لي حقيقي، فما كنتش مستدر ان هم الاهتمام، فما كلموني فقالوا لي روح بكره ان شاء الله تروح معهد ناصر مكتب المدير واعمل لازم معايا، وان شاء الله بكره اعمل عمليه باذن الله تعالى. يعني وجود نصير نصور في صدري، اتصلت الساعه 8 الصبح، على الساعه 12 الظهر بنفس اليوم فوجئت بيطلبوني ويقولوا لي اتجه لمعهد ناصر. خلال 10 دقايق بالظبط كنت في الاوضه ديت على سريري، وجود رعايه كامله، ولولا المبادرة اللي قام بيها الرئيس بعلاج جميع قوائم الانتظار ما كنتش هخش المستشفى تاني. المريض أصلا ما يبقى مريض واحد فرد في أسرة، مش المريض اللي بيبقى لوحده تعبان. يعني المبادرة ديت ما خففتش 9000 حالة فقط، لا،
اضرب 9000 في 5 بس على الاقل، يعني خلي الاسره 5 تنفار بس، مش هقول لك عيله، لا اضرب ال 9000 في 5 بس، هو ده العدد بقى اللي الريس شال عنه المعاناه، هو ده العدد بالظبط. تواصل المراكز العلاجيه في توفير التدخلات الجراحيه الملحه لمرضى قوام الانتظار بشكل فوري، يؤكد مجددا حرص الدوله بتوفير خدمه علاجيه مجوده للمواطنين اينما كانوا. محمد حلمي، النيل. يعقد الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اجتماعا في طهران اليوم للبت في مصير محافظة إدلب السورية، كما يبحث القادة الثلاث مستقبل العملية السياسية في سوريا والجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للصراع السوري. قال الكريملين إن القمة ستناقش كذلك الإجراءات الإضافية الرامية إلى اكتثاث بؤرة الإرهاب الدولي ودفع عملية التسوية السياسية وحل المسائل الإنسانية بما فيها توفير الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا. تأتي قمة طهران الثلاثية قبل ساعات من جلسة ثانية لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في محافظة إدلب السورية، وكانت 8 دول أوروبية أعضاء في الأمم المتحدة قد دعت كلا من موسكو وطهران إلى ضمان وقف إطلاق النار في محافظة إدلب. وفي خضون ذلك قالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ناكي هالي إن هناك دلائل لنية الحكومة السورية لاستخدام أسلحة كيماوية لإنهاء الحصار على إدلب. بدوره قال مندوب سوري في مجلس الأمن إنه تم تدمير المخزون السوري من الأسلحة الكيميائية. خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لبحث ما يتردد عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، شدد عدد من المندوبين خلال الاجتماع على ضرورة تحديد هوية من يستخدم هذا النوع من الأسلحة في سوريا. المندوب السوري بمجلس الأمن بشار الجعفري جدد التأكيد على عدم وجود سلاح كيميائي الآن في بلاده، وأشار إلى تدمير المخزون السوري من هذا السلاح عام 2014. إن حديث البعض اليوم عن أسلحة كيماوية في سوريا هو كلام مضلل وغير مسؤول، لأنه لم يعد هناك أي سلاح كيماوي في سوريا منذ أن أعلنت السيدة سيغريد كاغ أمامكم هنا في هذا المجلس في العام 2014 أنه لم يعد هناك أسلحة كيماوية في سوريا. في المقابل حذرت المندوبة الأمريكية لدى المجلس نيكي هيلي من تداعيات شن هجوم عسكري على محافظة إدلب، داعية روسيا إلى منع وقوع هذا الهجوم المحتمل. أي عملية عسكرية على إدلب سوف تمثل تصعيدا طائشا حتى وإن لم يتم استخدام الأسلحة الكيميائية، والأمر متروك لروسيا، روسيا يمكن أن تمنع ذلك، وسوف نناقش التداعيات الإنسانية الناجمة عن التدخل العسكري في إدلب. هناك بعض المؤشرات أن نظام الأسد يزعم استخدام الأسلحة الكيميائية لإنهاء حصار إدلب، وكما في الماضي النظام السوري وروسيا وإيران تنشر الأكاذيب حول من هو المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. بدوره أكد مندوب روسيا أنه تم تدمير المخزون السوري من الأسلحة الكيميائية، مضيفا أن حكومة دمشق قدمت معلومات أكيدة لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في هذا الشأن. من جانبها ذكرت ممثلة لجنة نزع التسلح التابعة للأمم المتحدة أن اللجنة تواصل جمع المعلومات حول الهجوم الكيميائي المحتمل في مدينة دوما السورية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق دكتور إبراهيم زعتر زعير أستاذ الإعلام بجامعة دمشق. دكتور إبراهيم بعد التحية. يا أهلا وسهلا يا مرحبا. يعني تأتي قمة طهران الثلاثية قبل ساعات من جلسة ثانية لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في محافظة إدلب السورية، ما المنتظر من هذه القمة الثلاثية بطهران اليوم؟ يعني هناك اتفاق بين روسيا وإيران. نعم. المعضلة هي تركيا الآن، سيما أن تركيا كانت خلال الأسابيع القليلة الماضية يعني وهناك فيديوهات ووثائق مؤكدة أنها سمحت بإدخال براميل من الكلور ويعني أسلحة كيميائية عمليا إلى المجموعات الإرهابية في إدلب.
لاستخدامها، وهناك وثائق وبراهين أكيدة، وتم نقل هذه المواد من مكان إلى مكان عندما كانت روسيا وغيرها يعني يقولون إنها في هذا المكان بالذات. لذلك يعني من الواضح أن اللعبة الكيميائية كذريعة ستستخدم لضرب سوريا أو توجيه ضربة عسكرية لسوريا. أنا بتقديري يعني الآن الموقف التركي من المفترض حسب يعني ما يسرب من معلومات على الأقل أن تتخذ موقفا حياديا، وسوريا لا تنتظر من تركيا أي موقف مساعد، بالعكس هي التي تساعد الإرهابيين للأسف الشديد وما زالت ترعاهم. ورغم أنها أدرجت جبهة النصرة في قائمة الإرهاب وهي آخر دولة يعني اعترفت بأن جبهة النصرة هي جبهة إرهابية، ولكن ينبغي عليها على الأقل أن تغلق حدودها أمام المساعدات العسكرية واللوجستية التي تقدم لهذه المجموعات الإرهابية في إدلب وفي مقدمتهم النصرة حتى الآن. لذلك أعتقد هذه المسألة ستكون موضوع نقاش جدي في طهران، ونأمل أن يخرجوا بنتائج إيجابية تسهل عمل الجيش العربي السوري لتحرير هذه المنطقة من الإرهابيين. هذا هو أعتقد الفحوى الرئيسي لهذا الاجتماع. نعم، شكرا دكتور إبراهيم زعير أستاذ الإعلام بجامعة دمشق. قال مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا جان جافري إن هناك أدلة كثيرة على أن القوات الحكومية السورية تستعد لاستخدام أسلحة كيماوية في إدلب، وأضاف أن أي هجوم هو عمل مرفوض بالنسبة لواشنطن وتصعيد متهور حسب وصفه. قال المبعوث الأمريكي إن الوقت قد حان لمبادرة دبلوماسية كبيرة بشأن سوريا تشمل الأمم المتحدة والحلفاء. من جانب آخر أكد أن الرئيس ترامب لا يزال ملتزما بالبقاء في سوريا لهزيمة تنظيم داعش. فر مئات المدنيين من محافظة إدلب في شمال غرب سوريا خشية هجوم وشيك على المحافظة. كان نحو 180 عائلة قد نزحوا من قراهم الواقعة جنوب شرق إدلب إلى مناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة في ريف حلب الغربي المجاور ومنطقة عفرين الواقعة على الحدود مع تركيا. وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من أن أي هجوم على إدلب قد يؤدي إلى نزوح نحو 800,000 شخص. قالت الرئاسة الروسية اليوم من القوات المسلحة الروسية ساعدت سوريا على التخلص من 87,000 مسلح وتحرير 141 منطقة سكنية من الإرهابيين. وأضاف الكريملين إنه يفضل القوات الجوية الفضائية الروسية، فقد تمكنت القوات السورية من إكمال عملياتها لاجتثاث الإرهابيين من مناطق عدم التصعيد المؤقتة في جنوب غرب سوريا. تشهد العاصمة العراقية استنفارا أمنيا واسع النطاق بحثا عن مطلق 3 قذائف هاون على المنطقة الخضراء في هجوم هو الأول من نوعه منذ سنوات على المنطقة الخضراء الخاضعة لحراسة مشددة. الهجوم يأتي بعد احتجاجات عارمة مستمرة منذ أيام في مدينة البصرة الجنوبية أسفرت عن مقتل محتجين وإصابة العشرات، فضلا عن إحراق العديد من مقرات الأحزاب السياسية. بوتيرة متسارعة تتجه أزمة البصرة إلى مزيد من التعقيد وتشكل أحد أكبر التحديات أمام الحكومة المركزية والكتل السياسية. ومع استمرار المظاهرات والاحتجاجات على تردي الخدمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، تمكن المحتجون من إغلاق مدخل ميناء أم القصر للبضائع، فيما وجهت حكومة العبادي بعدم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. بالنسبة للمتظاهرين العزل السلميين ما يحرقون الدوائر الرسمية ولا عندهم هذا الشيء، بس احنا حسب اعتقادنا كجمهور بصري كمتظاهرين بصريين اكو ناس من دسة دخلت داخل المتظاهرين لتفكيك المتظاهرة. من جانبه أمهل الزعيم مقتدى الصدر الذي تصدر تحالفه نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة مجلس النواب حتى الأحد القادم للتوصل إلى حل جذري لإنهاء الأزمة. دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد فورا
وبجلسة علنية استثنائية تبث علنا عبر القنوات الرسمية ليطلع الشعب على مجريات الأمور وبمدة أقصاها يوم الأحد القادم لا غير. وتشهد محافظة البصرة الغنية بالنفط منذ منتصف أغسطس الماضي أزمة صحية مع تلوث المياه الذي أدى إلى إصابة أكثر من 30,000 شخص، وهي الأزمة التي دفعت بالمواطنين إلى شوارع المحافظة للمطالبة بتحسين خدمات المياه والكهرباء، وأيضا احتجاجا على انتشار البطالة والفساد الإداري والسياسي. كان المستشار العسكري لرئيس الوزراء العراقي الفريق ركن خالد الخزاعي قد أعلن أن الشرطة لن تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في محافظة البصرة. عدم استخدام إطلاق النار الحي ضد المتظاهرين وتطبيق قواعد الاشتباك القريب ضد المتظاهرين الغير سلميين. أرواح مواطنين عزيزة علينا وخصوصا مدينة البصرة اللي أرواح شهدائها ساهمت في وحدة العراق وتحرير المناطق من دنس داعش الإرهابي. عن ما هي الإجراءات؟ قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفس إنه لن تكون هناك أي نشاطات تخص المشاورات اليمنية بمقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم، فيما أمهلت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران 24 ساعة للحضور إلى المحادثات. جولة جديدة من مباحثات السلام الأممية في جنيف حول اليمن، ولكن انعقادها غير مؤكد. وفد جماعة الحوثي الانقلابية كعادته يماطل في المشاركة، وهو ما دفع بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى تأجيل انعقاد المشاورات ليوم إضافي. وفد الحكومة اليمنية من جهته أكد عقب وصوله جنيف للمشاركة في مفاوضات السلام أن الحكومة جاهزة للانخراط في مشاورات السلام الأممية، مؤكدا أن هناك صراعات داخلية لدى الحوثيين حول ممثليهم في مشاورات السلام. اليوم كان من المفترض أن تنطلق المباحثات، نحن هنا، ولكن وفد الحوثيين لا يقبل بالحضور والمشاركة في هذه المشاورات تلبية لدعوة المبعوث الأممي. نعتقد أنهم يرتكبون خطأ كبيرا بعدم الانخراط بجدية في هذه المحادثات. بدوره أوضح المبعوث الأممي أن أحد تحديات هذه المشاورات في حال انعقادها هو محاولة بناء إجراءات ثقة بين الأطراف المشاركة، معتبرا أن ثمة فرصة لتقدم ملموس في هذا الشأن. وما زالت الشكوك تحوم حول انعقاد هذه المحادثات بين أطراف النزاع اليمنية إثر تهديد المتمردين الحوثيين بعدم المشاركة إذا لم تتم تلبية شروطهم، في حين أمهلت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي الانقلابية 24 ساعة للحضور إلى جنيف. عودة مشاهدينا الكرام لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية بمنطقة جبل الجلالة، حيث تفقد بعض المشروعات التنموية هناك. خلال الجولة التقى الرئيس السيسي عددا من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات العاملة بهذا المشروع، كما قام بالمرور على محطة تحلية المياه العملاقة بالجلالة ومصانع الفوسفات والرخام ومنطقة الألعاب المائية ومدينة الجلالة. أشاد الرئيس السيسي بالجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع وفقا للمعايير الدولية والالتزام بالجدول الزمني المحدد بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية وحركة الاستثمار والسياحة. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. بعد التحية دكتورة بسنت.
أهلا وسهلا، صباح الخير يا فندم. لو تحدثنا عن أهمية هذا المشروع وانعكاساته الإيجابية لحركة الاستثمار والسياحة، خاصة أنه ينفذ طبقا للمعايير الدولية. أولا خليني قبل ما أتكلم على المشروع أحيي السيد الرئيس اللي لسه واصل من السفر ونزل راح يبتدي يشتغل من أول ساعة، وزي ما حصل أيام العيد برضو لما صلى العيد ونزل يشتغل. أرجو أن احنا كلنا نأخذ هذا الموضوع بجدية، ده مثل للعمل الجاد. لما السيد الرئيس يزور بنفسه ويتفقد المكان ويتكلم مع العمال والمهندسين، ده كمان أسلوب إدارة، مش عايز أقول من أعظم أساليب الإدارة في العالم، أنك تحفزي الناس مش بس تدي تعليمات وتقعد. نمرة اثنين، شوفي حضرتك حجم المشروعات اللي معمولة، صناعية خدمية سياحية، وده مشروع جديد انه يصل لهذا المستوى في الزمن القصير ده. ده برضو حقيقة تحية للعاملين وتحية للهيئة الهندسية اللي بتشرف على كل ده. احنا مصر بتتطور بسرعة غير مسبوقة، وإذا كانت الناس فاكرة ان ده كلام مرسل، ده مش كلام مرسل، يشوفوا التقارير الدولية بتقول ايه. دي من المناطق المهمة جدا اللي كانت متروكة، شوفي حضرتك مصانع رخام، مصانع فوسفات، مناطق سياحية ومناطق للألعاب طبعا، وحيكون في سكن وتعليم وصحة. فالحمد لله احنا بنمشي بسرعة قوي، وبرضو بكرر العاملين في هذه المناطق تحية لهم، لأنهم الحقيقة بينجزوا إنجازات احنا لما شفناها حتى على التلفزيون شيء مبهر الحقيقة، وده شيء جميل قوي. نعم. طب وتقييم حضرتك بالنسبة للمردود الاقتصادي لهذه المشروعات؟ شوفي حضرتك، أول مردود اقتصادي الناس اللي اشتغل المشروعات دي كلها بيشتغل فيها مصريين، يعني شباب بيتعين ويشتغل ويتوظف، ودول مش ألاف، عشرات الألوف. لو بصيتي على مصر كلها هتلاقي ملايين بيشتغلوا في مشروعات من هذا النوع. كل ما تشتغلي بترفعي الناتج القومي الإجمالي، كل ما بترفعي الناتج القومي الإجمالي بترفعي من مستوى معيشة الناس، وده اللي احنا لازم نركز عليه. كل ما بترفعي العمل سواء عمل مباشر أو خدمي بيرفع من الناتج القومي الإجمالي وبيحسن من وضع الاقتصاد، وبيشجع المستثمرين انهم يدخلوا يستثمروا في مصر. لان طبعا حضرتك شايفه العالم كله مضطرب، شايفه الحرب الاقتصاديه اللي بين امريكا والصين وبقيه العالم، العالم مضطرب واحنا لازم نعرف ده، ولذلك لازم نشتغل بسرعه اكتر من كده كمان علشان نرفع الناتج القومي، وتبتدي كل مؤشراتنا تتعدل، زي مثلا نسبه الدين للناتج القومي الاجمالي، البطاله، التضخم، كل ده بيتحسن لما المشروعات دي الحقيقة بتبتدي تشتغل وتمشي بسرعة. فأنا متفائلة جدا الفترة الجاية إن شاء الله هيبتدي الناس تشوف الشغل اللي فوق الأرض، يعني كان البنية التحتية كان كلها شغل تحت الأرض. نعم. الفترة الجاية هيبان للناس كلها إزاي مصر دولة. خاصة أن هذه المشروعات تنفذ طبقا للمعايير الدولية والمواصفات العالمية. طبعا. نعم. شكرا دكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.